ما الذي سيحدث؟ هل تظنون بأن غزة ستقوم ظالم على الشجر والحجر في غزة واليوم تغرق شيئا مما تدعون؟ نبقى الآن وإياكم في الأستاذ خضر حبيب. أيها الشعب العظيم المجاهد، نخرج نطالب الرئيس أبو مازن وحكومة الوفاق الوطني، ونطالب أيضا الإخوة في حركة حماس أن يجدوا ويجتهدوا وأن يتحمل الجميع المسؤولية وإخراج هذه المشكلة وكل أزمات شعبنا الفلسطيني من واقع السياسة. هذه المشاكل هي مشاكل إنسانية وحقوق للمواطن الفلسطيني الذي هو رصيد شعبنا الفلسطيني في هذه المواجهة الأصعب مع المشروع الصهيوني ومع أعداء شعبنا وأمتنا. لذلك نريد حلاً سريعاً ومشاريع تحل هذه القضية، قضية الكهرباء إلى غير رجعة، حتى ننشغل ونلتفت إلى قضايانا الرئيسية والهامة في مقاومة المحتل ومقارعته حتى يتم كنسه بإذن الله. اليوم رسائلنا إلى هذا العالم الظالم وإلى كل القوى غزة وتجاه شعبها العظيم، فشعب غزة لا يستحق من بوصلته باتجاه هذا الاحتلال.